قضاء الحريات ماشي قضاء تعليمات فينا 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 قضاء الحريات ماشي قضاء يعني بالفعل المحاكمة كان فيها الشكل وفيها المضمون. اولا الشكل واحد العدد ديال المحامون مشكورين اللي جاوا باش يأزروا حميد المهداوي الصحفي. حميد المهداوي في الوقفة الاولى ديالو يعني بحال اللي جاتو واحد الصخفة. علاش حميد المهداوي هاد نهاية الاسبوع كلها وانا كنت معاه كنا مشينا حتى لطاطا ضربنا مشينا في الطائرة للأكادير وخمسة سوايع ولا ستة سوايع باش وصلنا لطاطا. واليوم السبت كله نقاشات وحوارات واستماع للناس ونقاش معاهم. انا حسيت براسي غيجيني البيرن اوت بكثره الكلام والهضره. النهار الحد كذلك منذ الصباح وحنا في النقاشات من بعد جابتنا سياره ستة سوايع ديال الطريق حتى لاكادير وخدينا الطياره وصلنا الباح في 2:30 الليل. انا وصلت للدار البيضاء هو ما وصل للرباط حتى 3:30 الليل وجاب لها فطور. هذه عاديه كتهبط لي بوغليسيمي لا علاقه لها بالمحاكمه. ولكن في نفس الوقت نفسيا حميد المهداوي الصحفي اللي هو عنده واحد العدد المتابعين والناس اللي كيحترموه واللي عارفينه بانه كينور لهم الراي العام وعرفهم بالمسؤولين ديالهم وجعلهم يتسالوا وطور واحد الوعي عند واحد شريحه كبيره من الناس تاثر نفسانيا. لان هذا السيد هذا ماشي المحاكمه اليوم السيده ديالو في العرض ديالو في الام ديالو راه هذا الشيء ماشي مزيان. هذا الشيء راه ماشي مشيه من المغاربه ولا مشيه من كإنسان خصو يحترم الإنسان الآخر. عندك معايا جي وجهني ماشي تمشي تضرب ليا في الوالدات ديالي ولا في الإخوان ديالي ولا في الزوجة ديالي. تنظن نفسانيا تأثر شوية من هادشي ولو هو راه راجل صلب. اليوم الخلاصة القول أنه حميد المهداوي كصحفي يجب أن يحاكم في إطار القانون ديال الصحافة والنشر. وهذيك التهمة اللي مقدمين ليها أو التهام يعني تقدمت انطلاقا من القانون والفصل 97 ولا حتى الفصل 110 اللي كيبين كيفاش خاص مثلا وزير ماشي هو اللي كيتقدم شكايه كيتقدم بهذيك الشكايه لرئيس الحكومه واللي هو كيتقدم كيف ما كان الحال. كاين اختلالات شكليه ولكن كاين اليوم تقادم ديال هذيك الشكايه. خاص يخرج حميد المهداوي يمشي باش العمل ديالو والقتل اليومي ديالو والعمل الصحفي ديالو ويربي وليداتو. بركة علينا من هذا الشيء هذا لان المغرب فيه اختلالات كبيره اللي كتطلب المواجهه. وكاين هذه المحكمه عندها فاش تخدم على ملفات كبيره ديال الفساد وديال الاختلاسات وديال الناس اللي يعيقون الى يومنا هذا التنميه ديال البلاد وكيسرقوا الفلوس ديال البلاد. هذوك هما اللي خصهم يتحاكموا. اما صحفي شريف يمكن يخطا في شي كلمه او كذا ماشي هذا هو المشكل. ماشي هذا هو المشكل ديال البلاد اللي كتعرف ازمه مركبه. فمن يريد اليوم ان ينقل هذه المحاكمه ديال حميد المهداوي من القانون ديال الصحافه والنشر الى القانون الجنائي باش يضربوه بشي 4 سنين ولا شي حاجه راه الطريقه الانتقاميه ماشي كتب لي البلاد. حنا بغينا عداله مستقله، بغينا وزراء يكونوا في مستوى التحديات والرهانات المطروحه على بلادنا اليوم والاكراهات الكبيره اللي خصنا نواجهوها. ولهذا انا يعني استمعت السادة يعني المحامون ديال هيئة الدفاع اللي جاوا بقوة راه واحد العدد كبير من المغرب كله. وهذه راه إشارة يجب على من يريد أن يخلق البلبلة وأن يعمل بثقافة الانتقام والثقافة الأمنية الصرفة باش يحترم المغاربة ويحترم إمكانيات أننا نتوفر على عدالة في المستوى ديال هذا الشعب المغربي تكون مستقله ونزيهه ونكونوا كلنا متساوون امام القضاء. حميد المهداوي مظلوم، معلوم مظلوم دائما مظلوم. راه كانوا قال لك غدخل من التليفون غدخل دبابه. هذا الشيء اللي كاين يعني قهروا حميد المهداوي لانه ربما كاين واحد بعض الجهات كتخاف من الاصوات الحره. لانهم خصهم كل شيء تدجين وكل شيء يخاف لانه امبراطوريه الخوف سيطرت على العالم. ولو الناس زوينين ونزهاء كيديروا الرقابه الذاتيه على نفوسهم. كتقول لي واش طلعت الشمس كيقول لك الله اعلم. ما يمكنش. لا ما خصناش نستمروا. حنا حاضرين اليوم باش ما يكونش هذه البسالات هذه. راه المقاومه هي الحضور، المقاومه هي هاد المحامون اللي ما تيتملقوش لا للوزير ولا لغيره ولا للحكومه وجايين وكيدافعوا على الحق. وتنحييهم من هذا المنبر. نعم
انا ثقتي بانه غدا غيكون عندنا قضاء نزيه وحر ومستقل، لان القضاء لعب ادوار في سنوات الجمر والرصاص في البلاد ديالنا. كنتمنى انه الهيئه المحامون تبقى صامده وتتكتب صفحات مجيده من تاريخ البلاد، وكنتمنى من القضاة اللي واحد العدد كبير منهم نزهاء وشرفاء يقوموا بالمهام ديالهم على احسن وجه. صافي الله حاجه هذه مهمه مو صحيحه شويه بعد هذا شويه لا مزيان الله سي حميد.